نحن في الخط الأمامي للمعركة ونرافق المقاتلين. صور حصرية من داخل المطار الآن لرصد تفاصيل من هناك. عملية إعلامية كبرى، تغطية نوعية والتواجد الميداني، تغطية الإعلامية الحربية الفريدة، تنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على المطار. نحن مع علوية العمالقة الذين اقتحموا حرم المطار والمدرج. شبكة المراسلين يضعونا في الأحداث. منع محاولة تسلل لميليشيات الحوثي إلى هذا الخط. تغطيتكم كانت رائعة جدا، هي اللي جعلتنا ناخذ معلومات حقيقية على الأرض.